مرحبا بكم افرح بالاخوات. اللي بغى يستفد من الميزات يحاول يصارع، لان هاد الميزات راه تيكون عندنا وحده وحده في بياسه وحده، ما تيكونش كثير. الثمن ديال هاد الاخوات 3800 درهم، 76 الف ريال. نعم، شنو هو كلها بياسه ولا تيها؟ هي تنقول لك غرامات ياسين. 3800 درهم، 76 الف ريال. يعني الاخوات ندوزوا الغرامات بحال هاد الرادكو، هادي غنقول لكم الغرامات ديالها فيها 7.9 3800 درهم. هذه الاخوات 490 درهم للغرام، 490 درهم درات كواتي. وبالنسبه للاخوات عندنا واحد الدبيل جات برومو سامبل، واحد الدبال ثلاثه، هادو حتى هما في ميزه الاخوات. هادو ميزه الاخوات، يعني هادو شحال فيهم سنتيم باش تعرف طورا. قياس 6.2، 6.2 هاد الاخوات، هادي قياس 6.2. غزالين هادو الاخوات الجرامات ديالهم. حاولوا الاخوات تركزوا معايا على الجرامات باش تعرفوا باش كلشي غير شحال من الجرام. 27 غرام فاصلة 3، 27 غرام فاصلة 3. الثمن ديالهم 13600 درهم. هادو الاخوات 13600 درهم، 1,072 الف ريال، 1,360 اورو، 1,360 اورو. غزالين هادو، شفت تبارك الله، ماوين هادو الاخوات. صح، ها الزينه والخزينه الاخوات، لابد تزين وبغا تخزن. ها هو تبارك الله. اخوات اللي تيتصل حاول يريك من اللايف، وان شاء الله اتصلوا بينا. 06 66 52 59 91، يعني اخوات، يعني اللي بغى اي حاجه يسكرينها ويتواصل معنا في الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59. هذا الاخوات 27 غرام فاصله 3، الثمن ديالهم 13600 درهم فقط، 1,072 الف ريال. وندوزو عندنا واحد جوج بلجات، هادو تا هما هادو 485 درهم. هاد جوج بلجات فيهم اي جوج، هادو فيهم جوج اللي بغى يخبي في ليساتو. 6 ونص، هادو لا طاي 6 ونص، اللي عندها شي 5 سريت له وعندها قياس 5 ونص، تكمل بهم السرت لهادو. يعني هادو الاخوات جوج دبالج كاين في الميزان، فيهم هادو 20 غرام فاصله 6، 485 درهم. يعني هادو الاخوات 10450 درهم، 10450 درهم، يعني 1,009,000 ريال. هادو الاخوات 1,009,000 ريال، يعني شي حاجه غزاله. قياس 6.5، هادو 6.5 الاخوات لاطاي ديالو. المهم حاولوا نوريكم كل حاجه، نقول لكم الغرامات ديال هادو الاخوات راه فيهم 21 غرام فاصله 5.6، 21 غرام فاصله 6، يعني الثمن ديالهم 10450 درهم، 1,009,000 ريال، 1,045 اورو، 1,045 اورو. هادو الاخوات والموديل كاين واحد براسيات الاخوات 3 تاع زويونين. هادو الاخوات تاعهم زويونين، هادو فيهم النقص تاع الصويري، ديك الصويري وبراسلي. لاطاي ديالهم 6 سنتيم، هادو الاخوات في الميزة 6 سنتيم، شي حاجة اللي رائعة. اللي بغي يستافد هادو غزالين صراحة، وما فيهم لا ضربة لا والو، يعني شي حاجة اللي تنقلبها على المباشر كيما تشوفوا معايا. هانتوما الاخوات باش تشوفوا معايا الوضوح عن المباشر، يعني ما فيهم لا ضربه حتى من الداخل، يعني ما فيهم لا ضربه لا والو، تضغيط حتى من الداخل ما كاين والو. يعني هادو الاخوات جداد، يعني ماشي قدام، فيهم جوج. لا بغيتي 3 صفرين راه كاينين، المهم فيهم 4. هادو الاخوات هادو راه فيهم 4، لا بغيتو 3 صفرين هكا تاخذيهم، بغيت تاخذيهم 4 تاخذيهم. هانتوما هادو فيهم، هادو خديتهم 4 هكا نفس لاطاي نفس الشكل. لا بغيت تاخذي هكا 3 تاخذيهم، بدي لي 3 الوسط. المهم كل واش يبغي كل واش يدير. المهم انا نحاول ندوز لكم هادو 3، جوج صفرين وواحد بيض، ونجمعهم لكم ب 4. هادو الاخوات 490 درهم للغرام، يعني 24 غرام فاصله 1، 490 درهم. اخوات هادو 11800 درهم، 11800 درهم، 1,036,000 ريال،
1,036,000 ريال يعني غزارين ورائعين. 1,180 أورو، 1,180 أورو شحاجة لغزالة. أخوات توصيل بالمجان جميع مدن المغرب بالمجان الأخوات، يعني تحاولي تسكرين الأرتيكل وتواصلي معنا في الرقم ديالنا اللي هو 06-66-52-59-91، وإن شاء الله نصيفط لكم الأخوات على طريق أمانة اللي إن شاء الله غتحاولي توصلي بها، يعني لدوسي لا كوموند يعني غدا. كاين بعض المرات تكون الروتار تاع 48 ساعة، كاين بعض المرات الروتار تاع يعني 24 ساعة، يعني ديما 24 ساعة 48 ساعة توصلك السلعة الأخوات إلا ما جيتوش مع السبت والحد. يعني إلا كان السبت والحد يعني لاختي كلمة توصلك على تقريبا 3 أيام 4 أيام. يعني بالنسبة للأخوات كاين هادي 11,800 درهم، 3 البراسليات اللي غزارين ورائعين، 11,800 درهم، 136,000 ريال، 1,180 أورو. وكاين هادو 4، لا بغيتو تاخذهم 4 تاخذيهم، هانتوما الأخوات تاخذيهم 4 تاخذوهم، الأخوات اللي بغات 4 مهم، لا بغات ردو لشي وحده 0 ردو لها 0، بغات تاخذهم 4 رد لها هذا 0. يعني ممكن تحيد البلاتي لأن ماشي بلاتين فري، هذا يالو دياج. هانتوما الأخوات نحاول نقول لكم 4 الثمن ديالهم، فيهم القياس 6 مهم باش تعرفوا، 6 فلاطي هادو 6، فيهم 31.7 غرام، 490 درهم، 15,500 درهم الأخوات هادو بربعة، لا بغيتيهم صفرين ردهم كلهم صفرين، 15,500 درهم، 15,500 درهم هادو الأخوات. سرع شوية واخا أختي أنا نسرع دابا، 15,500 درهم يعني 1,500,000 و 10,000 ريال، يعني هادو غزارين ورائعين. باش نحاول نعطيكم لي ديطاي تاع الارتيكل، ما تنحاولش نزرب باش ما نحاولش كل واحد يستافد من الحاجه، وحاول اي حاجه بغيت تسال بيطرحو يحاول نقول لك انا هادشي عشان نحاول نتقل الاخوات. يعني 15,500 درهم، 1,500,000 و 10,000 ريال، 1,550 أورو، 1,550 أورو الأخوات، هذا 1,550 أورو بربعة. وعدنا لكم واحد جوج براسيات كلو اللي تاهما في الميزات، عندنا كلو 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 كاين هذا الأخوات، كاين هذا البراسلي هذا في الكلو، المهم واحد آخر هاد شنو هو، 7 غرام، 490 درهم، 3,450 درهم هذا الأخوات، 3,450، قياس 6 سنتيم، 6 سنتيم هذا الأخوات قياس لاطاي ديالو، 3,400 درهم، يعني غزال ورائع، 3,400 درهم. وكاين واحد السنيسلة بغيتوها بالعلاقة ديالها، راه هي بالعلاقة ديالها، هذا الأخوات السنيسلة بالدبلون ديالها، 7.4 غرام، 4,700 درهم. صراحة سلسلة زوينة هادي، يعني هادي الأخوات غزالة ورائعة، 3,700 درهم، 3,700 درهم، 74,000 ريال، 74,000 ريال حاجة لي رائعة، 74,000 ريال، 370 أورو، 370 أورو. خويا وريني رادكو ديال 30 غرام، هادوك 30 غرام اختي تواصل معايا في واتساب ونصيفطها لك ان شاء الله. هي حاولي تواصل معايا في واتساب، واش عندك شي خاتم ديال شميشه اختي؟ شميشه حاولي تواصل معايا نعرف خاتم كيفاش داير تاع شميشه، عندي موديلات كثار في الخوات. يعني دابا في الميزات الاخوات كاين هذا اخوات في الميزات، هاد لاباك هذا 490 درهم، في 4.2 غرام، 2,050 درهم، 41,000 ريال، 205 أورو، هذا فان كليف غزال ورائع. يعني الاخوات شكرا لان طولنا عليكم صراحه، كيما يتشاف هذا اللايف هذا لان تقريبا اسبوع ما درناش اللايف، يعني داكشي علاش الاخوات حاولنا ندوز لكم واحد القدر كبير في الميزات وثمن زوين. هذا الاخوات 1,750 درهم، هذا تاع حليب السلطان غورميت ب 1,750 درهم، 1,750 درهم، باقي نقي وجديد، هذا شوبر زوين تاع برا تاع تركيا هذا الاخوات، المهم اللي تاع برا. المهم كاين الاخوات هذا الكورميطه هادي تاع في الميزات، في هذه القليبه هكا بالحجيرات لغزاله ورائعه،
فيها 6 غرام فاصله جوج، يعني ثمن ديالها 3100 درهم. 3100 درهم 310 اورو، 310 اورو الاخوات. يعني فيها جهاز سامبل وجهه فيها الحجيره، هذا القليب هذا 310 اورو 3100 درهم. اخوات شكرا لكم لان طولنا عليكم بزاف هذا اللايف هذا، ولكن جبنا لكم العروض زوينين والاثمنه زوينين كما تنعودكم ديما، يعني ما تنسخوش بكم. شكرا لكم بزاف بزاف الاخوات على التعزيه ديالكم، وتنشكركم بزاف. يعني اي واحد بغى اي حاجه يحاول يتواصل معنا في الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59 91. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.